حلبة أحد النوادي في المكسيك، تتحرك الفتاة بكل رشاقة وسرعة وهي توجه الضربات لخصمها بعزم وقوة. يرتفع صوت لهاتها ويتصبب العرق من جبينها وهي تتابع التدرب على رياضة المصارعة. المكسيكية لازورا صاحبة الحضور القوي على حلبات القتال، تطمح في أن تكون الرقم المكسيكي الأصعب في رياضة احتكرها الرجال منذ القدم. اللياقة البدنية العالية أهم بكثير من حجم الجسم، وحجم الكتلة العضلية ليس له أي تأثير في اللعبة. أحببت تلك الرياضة كثيراً وأصبحت أول فتاة مكسيكية تلعب مصارعة المحترفين. قد تختلط الحروف بالكلمات وتبدع في وصف الأشخاص الذين وضعوا نصب أعينهم أهدافاً وحاربوا لكي يحققوها. بشغف وعشق كبيرين تمارس لازورا رياضة المصارعة من خلال حصص تدريبية حماسية منذ 23 عاماً، فعشقها لرياضة المصارعة جعلها تثابر في تدريبات مكثفة لتتقدم فيها باختلاف برامجها ومستوياتها. إنها رياضة تهذب النفس وتثقل شخصية الفتاة. لقد لعبت الملاكمة دورا كبيرا في تكوين شخصيتي الحالية، وأنا فخورة بكوني ملاكمة. ما زالت قوانين بعض الدول تمارس العنصرية تجاه النساء وتحرمهن من ممارسة حقوقهن في بعض الألعاب الرياضية، إلا أن لازورا تحدت القوانين والعقبات بممارساتها لرياضة المصارعة، وتأمل أن تخوض تجربة التدريب لنقل مهاراتها وخبراتها للآخرين.